قدرات سياحية هامة تزخر بها ولاية تسمسيلت تؤهلها لأن تكون قطب جذب متميز. حظيرة هي حظيرة طبعا مصنفة عالميا، محمية وطنية، يعني فيها قدرات سياحية يعني ما شاء الله، هي غابة عذراء تستقطب العديد من السياح. هذه الحظيرة الجهوية اللي تتمتع بموقع السلطان والسلطانة كما راكم تشوفوا، موقع سياحي ذو مؤهلة يعني عذراء، وهذا الموقع اللي ثاني يمتاز بالثراء تاعه، ثراء النباتي وثراء الحيواني، واللي يتوافدوا عليه العائلات من كل بقاع الوطن. الحمام هذا راه حمام طبيعي كونه يشفي العديد من الأمراض ويجلب العديد من الزيار، وفي فوائد كبيرة بالنسبة للأمراض، هو حمام بركة. ولتثمين هذه المؤهلات تدعم القطاع بعمليات لدراسة المواقع السياحية وتوسيعها. هي منطقة توسع سياحي هي الوحيدة على ولاية تسمسيلت، قامت الوكالة بإعداد مخطط سياحية برمج من خلالها 4 مشاريع سياحية قابلة للاستثمار، فتح مسالك بيئية، في أيضا فتح يعني غابات لتسلية يعني والاستجمام، في أيضا استثمارات فيما يخص يعني البنغالوهات، وفي استثمارات في ميدان يعني السياحة الحموية، وكل هذا النشاط هدايا يخلينا أن نتفائل أن ولاية تسمسيلت لها يعني مستقبل ظاهر. ترقية السياحة البيئية وتوفير هياكل الاستقبال من شأنه المساهمة في تطوير اقتصاد داعم ومحافظ على البيئة.